وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله الجهود المصريه للدفع نحو اصلاح منظومه التمويل الدوليه وذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء لبحث التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنمويه الدوليه وفي اجتماع منفصل استقبل الرئيس السيسي وزير القوات المسلحه الفرنسي سباستيان لوكرنو وبحث سبل دفع العلاقات المتميزه بين الدولتين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيباستيان لوكورنو وزير القوات المسلحه الفرنسي، وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان وزير القوات المسلحه الفرنسي نقل للسيد الرئيس تحياتي وتقدير الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مشيدا بعلاقات التعاون المتناميه بين البلدين في جميع المجالات. ومعربا عن الحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها لا على صعيد التعاون العسكري وقد نقل السيد رئيس تحياته للرئيس الفرنسي وتم استعراض سبل دفع العلاقات المتميزة بين الدولتين أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الإقليمية وبالأخص التطورات في قطاع غزة حيث تم تأكيد أهمية تجنيب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة واستعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة فضلا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجانب من جانبه أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي. الاجتماع تناول متابعه مستجدات التعاون على المستويين الاقليمي والدولي لمواجهه التحديات التنمويه الناتجه عن الازمات العالميه المتلاحقه والتي عكست الحاجه لمراجعه قواعد عمل مؤسسات التمويل متعدده الاطراف. لتحسين قدرتها على الاستجابة بفعالية وكفاءة لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية بمشاركة القطاع الخاص لسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي وعرضت الدكتورة رانيا المشاط كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء. أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي، بما يمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. والصمود امام ايه ازمات دوليه مقبله لا سيما من خلال استحداث اليات تمويل جديده مبتكره وفعاله الى جانب الاستفاده على افضل نحو من الاليات القائمه